وصلت كارولين؟ لا ما وصلت لسه، أنا كمان اتأخرت، لازم روح. طيب تمام، شكرا كثير يا بيك. مصطفى وينه؟ مصطفى نايم جوا يا بيك، وأنا فوتت شنطتك لهون. الو، كنان بيك لسه ما اجا، مين بيريده؟ الو الو، سكرت. مين على الخط؟ وحده ست قالت لي بدها تحكي مع كنان بيك، لما سألت عن اسمها سكرت. هيك لكان ايه. ألو؟ حوليها. ألو؟ نعمة خانم؟ مرحبا. خير إن شاء الله نعمة خانم، في شي؟ في شي يا خانم، بس إن شاء الله يكون خير. شو الموضوع؟ في مشاكل بالمشغل؟ جميلة خانم، في موضوع كتير مهم لازم نحكي فيه وش لوش. طيب لكن بكرة بمرق على المشغل ومنحكي بالموضوع. الموضوع ما بيتحمل. ما بيتحمل؟ بفضل تمري اليوم. مسافة الطريق وبكون عندكم. ألو، مين؟ نرمين خانو؟ طيب حول لي إياها. ألو، شوفي شو؟ اتصلتي بالبيت؟ ليش أنا ما نبهتك؟ أكثر من 100 مرة صرت قايل لك اصحك تتصلي بالبيت. مرحبا، يعطيكم العافية. وين نعمة خانم؟ أهلا وسهلا جميلة خانم. أهلين فيكي، أهلين فيكي، بس شو عم بصير؟ رح يبلش بكرة أضرابنا. شو؟ يعني ليش؟ أنا ما عندي علم أبدا إنه رح يصير إضراب هون. هذا قرار العمال جميلة خانم، ما بناخذ رأي المعلمين. طيب ليش ما حدا خبرني؟ كأنه ما عندك علم بالمشاكل اللي عم تصير هون. شو هي؟ شو عم بصير هون؟ عدد كبير منا نقص معاشه للنص، وفي 5 من رفقاتنا تقلعوا من الشغل. كيف؟ ليش ما حكيتوا؟ لمين بدنا نحكي جميلة خانم؟ ما حدا خبرنا ولا حدا أخذ رأيه. طيب والخمس عمال ليش لحتى ينطردوا؟ لأنهم مسجلين بالنقابة، خافوا منهم وبسرعة قدروا يلاقوا حجة مشان يقلعوهم، لأنه العدد كبير، نحن فتحنا عيوننا، وكل اللي هون صاروا بالنقابة، وبكره رح يبلش الإضراب ورح يستمر لناخذ حقنا. نعمة خانم،
أنا فيني ساعدكم وما في لزوم للإضراب، والرواتب برجعها مثل قبل، واللي انطردوا من هون برجعون، بس أنت لازم تعطيني مهلة يوم واحد. الموضوع طلع من إيدي جميلة خانم، وهذا مانو إضراب عنا بس، هذا الإضراب عام، وهالإضراب يا خانم ما عملناه لحتى نقدر نحصل حقنا وبس، عملناه لحتى نقدر نحصل حق كل العمال المظلومين مثلنا. هيك لكان. نحن منحبك جميلة خانم، وكل العمال هون بيحبوكي وكلهم بيحترموكي، لهيك بدي اياكي ما تزعلي، لأنه هذا الإضراب ما كان ضدك، كان ضد كل مدراء البلد. ما فيني أقول غير الله يكون معكم. بدي أحكي معك بموضوع كتير مهم يا سليمان، بس خلينا نشرب شي شغلة. أهلا وسهلا يا بيك. أهلا فيكي. عود لو سمحت. تفضل، شو بدك تحكي سهيل بيك؟ بدي أعمل شغلة كبيرة يا سليمان. ولحتى أعمل هاي الشغلة أنا محتاج لمساعدتك معي. تعي لهون. أنا كنت متزوج لما علقتي فيني وما كان همك ولا فارقة معك. طبعا بدي شك، هذا الواقع. لأنه أنا حبيت أنت، مشان هيك ما فرقت معي، بس أنت كمان حب أنا. أنت هيك علقنا، وهلأ شو صار؟ شو تغير؟ هذا اللي تغير، اللي مكتوب جوات هاي الورقة هو اللي تغير. هلأ عرفتي؟ في حدا بده يغرب بين انا وانت، انت ما بده يفهم. مين؟ اهدى شوي، طول بالك. هاي ورقة وين عطوها لانت؟ ببورصة. ببورصة؟ مين بيعرف مين انت؟ وبيعرف انك جوزي وبيعرف مين بكون؟ ها؟ جميلة هي كتبتها، بدها تخرب على نحنا، بدها ايانا نتطلق. جميلة ما بتعمل هيك شيء. ما بتعمل؟ مستحيل. ليش؟ لأني بعرفها لجميلة ما بتعمل هيك شيء. روح معناها واسأل، روح لعند جميلة واسأل. روح عند جميلة واسأل. لا تلومي جميلة الحالة، كينان كان موجود. كينان ليش بده يعمل هيك؟ شو بده يستفيد؟ ولا شيء، بس جميلة بدها تنتقم.
جميلة وحدة بتغار من نهنا وما بيحب نهنا، بدها تاخذ مصطفى من هون. اصحك تفتري على جميلة، خلصي عطول هيك بيامي، خلصي طلعي من هون، طلعي من بيتي يا قلبي، كلها على انت وبس، طلعي من بيتي، انت ليش راح على بورصة كرمال جميلة، خلصي انت بيركض ورا جميلة، خلصي يا كلبي وهي ما بدها تطلعي من بيتي، طلعي من بيتي. انت بتردني ما؟ لك مو بس عم بطردك، ما رح سامحك بحياتي، انا لاي بالمهرجان ارتكب جريمه، انا لاي من هون، انا لاي، يلا يلا. يا الله يا الله تخيرك، يا الله صبرني يا طيب علي، انا بده يروح مثل ما بدك، بس رح ياخذ معه مصطفى، انت اكيد كمان ما بده اياه. يا الله صبرني، يا الله يا الله اعطيني الصبر، يا الله صبرني اعطيني الصبر. كله بسبب انتي، انتي مبسوط هلا؟ انا مع مصطفى صرنا برا، انتي هلا مبسوط كثير ما؟ انتي شنيتي شو عم بتقولي؟ انتي يا خانم على طول بغار من انا، انتي لسه ما نقلعتي؟ انتي واحد خدع انا، انتي واحد خدع انا، انتي تجوز من انا بس عالو ضلمة جميلة، انتي طلع واحد بلعب، انتي كلتها جميلة، الله الله ياخذك، الله ياخذك، علي شو عم تعملي؟ انا بيعرف انه انتي على طول ورا نحنا، انا بيعرف انه انتي ورا علي، بده ياخده مني، انا بيعرف انتي منيح، انت خبطان علي، روحي بلا ما قصدك، نلعي نلعي، هي الخانم تركض ورا جوزي انا، ومن تحت راس هي، جوز انا طرد انا من بيته، ومع ابنه بالشارع. كله بسبب جد.